اتلتيكو تظهر في ملعب الملكي في سانتياغو برنابو. وشاركت روبيريو اليوم الليله، وشاركت باتيستا، وشاركت كانافارو والايطالي، وشاركت مامادو ديارا لعب المالي سيرجيو راموس اللي قام مع فالنسيا، وسيلفا لعب فالنسيا وتقدم يسدد. يعشي بالهدف الاول لريال مدريد مباشرة. هو بابتيستا يسجل يسجل. شوف 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 حلوة 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 حلوة. لاحظ حلوة المقابلة وحلوة المباراة وحلوة الهدف يسجله هو مباشرة بابتيستا. لاحظ احد احد احد. شوف 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 حلوة 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 حلوة. وتقدم يسجل. اوه